وتجديد البيعة من كنيسة مار شرب للمارونية بعمان. ترأس القداس الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة بمعاونة الشدياق سنان سلامة ومشاركة جوقة الكنيسة وبحضور أبناء الرعية. بدو أنه ربنا يرجع يسود على قلوبنا من جديد تيقدسنا من جديد، تيقدس هالهيكل اللي بقول عنه كتير مرات ومر بولس بيأكد عليه، أنتم هياكل الروح القدس. عيد التجديد فإذن هو عودة لاكتشاف كل النعم اللي الله زرعها فينا، وخاصة مثل ما سمعتوا بنص اليوم خرافي تعرفني، بدنا نرجع نتعرف عليه ونعرفه من جديد. خرافي تسمع صوتي، خرافي وقت اللي بتسمع صوتي تتبعني. نحن نتبع أتباع من؟ من هالمنطلق إخوتي بصف المزمور اللي منحكي عنه دايماً، مزمور 23، الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خصيبة يقيلني ومياه الراحة يريدني، إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءاً لأن الرب معي. بهذا المنطلق إخوتي برجع بقول نعم، أنا عم جدد هيكلي، قلبي، فكري، نفسي، بجدده، برجع بهديه لالله.